بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من نومي. قضية تحتاج منا وقفة من قبل تاكلنا كلاب الغاب، أما يضيعنا المعاصي والجهل ولا يضيعنا الغلو والرباب. فداه آباؤنا وأمهاتنا. يا كلاب الروم يلي تسبون الرسول، صابكم مما حصل من تكاتفنا ذهول. يا مقدسة الخنازير خدام العجول، يا هل اللعنة تحت الأرض ولا فوق. عقيدة نشأنا وتربينا عليها، إنها العقيدة. وعقيدة التوحيد معنا وداع، فزنا بها بين الفرق واتصفنا، وحنا بلد حكمة ودين وعدالة، دستورنا المصحف وهدي الرسالة. رجال الهيئة. ارتفع يا صاحب الدين وانزل يا حقيق، للمهمة في المواقف رجال قد هذا منهج. والسعودية بلادي وانا فيها ربي، احترمها واغلي اللي بعد يغلون، وان سمعت احد يبي ينتقصها ما رضي. به يحيى المجتمع وتعمر البلدان. والامن في كل المواضيع له دور، له دور للضبط واستقرار الاوضاع معيار. شبر من البيضة بدون امن مخطور، والامن دون رجال يفشل وينهار. المخيمات الدعوية. شبابنا مسلم وطيب وموهوب، ونفوسهم من كل خير قريب، فيهم بطل على أهل الخير محسوب، يحسب على أهل الخير والله حسيب. فإن أخانا الشيخ راجح وفقه الله، قد ألهمه الله ووفقه لهذا العمل الذي هو نظم هذه القصائد. أبا حاول علاج أمراض عصر الدش والأهوال، وناس ما تبي تسمع كلامي ما علي منها. يقوله واحد يخطي مع التفريط والإهمال، ولكن في رجل الرحمن لا صعبة يهونها. عظيمة هي النصيحة. خلك بعيد من النجس لا ينجس، مخالط الجربة يضر الصحيحة، واحذر قليل المعرفة لا يجالس، مثل اجتمع عاد يبرى جريح. فأحسن اختيار الزوجة إن كنت طالبا للزواج. لا تخدع بعض المظاهر وينغش، ولا يزوج من يضيع صلاة، أمانته عنده تضيع وتخدش، واللي ما عاد إلا يقلد خوات. ولا زال الكثير يصرون على تعاطي. ترى السجاير للحشا ما نار وعار وسقم حال وخسار، تتلف عليك الكبد والقلب والسن والثوب كأنه ممرحن فيه فار. هذا هذا يقول من في نظم الأشعار حساس، يتعب عليها لجل فيها حساس، يبني على معنى ومبدأ ومقياس، نظم الجواهر ما دخلها انحاس. هذا من نظم يا محل ضرب المحارب بالرصاص، في ساعة ما له مفر ولا خلاص، ما عاد ينفع هالحذر والاحتراس. دعنا سعدها وقبسة نيران، حنا لنا معهم على الضفة وعد، الحين ولا نلتقي فيما بعد، في ساعة ما له على المسلم عهد. يا سعد عين الواجهة. مؤسسة الإفهام للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذا من نظمي لراجح بن سالم الأجمل. ونود أن نتعرف على البطاقة الشخصية لشاعرها. الاسم راجح بن سالم آل شامر العجمي، وأنا من مواليد 1382 للهجرة، من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى بدأت تقول الشعر ومتى نقلته للدعوة إلى الله؟ أما متى كتبت الشعر فهو من عام 1392 للهجرة النبوية الشريفة، وكان عمري آنذاك 9 تقريباً. وأما متى سخرت هذا الشعر في الدعوة إلى الله فهو من أكثر من 15 سنة. هل هناك موقف لا تنساه من خلال تجربتك في الدعوة إلى الله؟ طبعاً هناك موقف لا زال عالق بذهني، وهو أني شاهدت رجل كبير في السن في يوم من الأيام وقد تجاوز 50 تقريباً وبيده سجارة، فتوجهت إليه وقدمت له نصيحة بأبيات من الشعر، فما كان منه إلا أن قام بإطفاء السجارة وأقسم يميناً أنه لا يعود لها أبداً. وتابعته أيضاً عن طريق الاتصال بيني وبينه، واتضح لي فيما بعد أنه أصبح داعية من الدعاة إلى الله الذين يحذرون من كل أمر يخالف شرع الله. هذا شريطك الأول، فهل هو الأول والأخير أم غيره سيأتي؟ لا طبعاً هذا شريطي الأول بالنسبة للأشرطة الخاصة بي، وأما المشاركات فهناك أشرطة سبق أن شاركت فيها، وهذا الشريط طبعاً أعتبره الشريط الأول، وسوف يكون إن شاء الله هناك أشرطة بإذن الله متى ما تاحت الفرصة.
ما هي نصيحتك لمن أوتي موهبة الشعر؟ نصيحتي لمن أوتي موهبة الشعر أن يسخرها في الدعوة إلى الله، لتكون إن شاء الله من الكلام الذي يوجد في موازين حسناته يوم يعرض على الله، وقد جاء في الحديث: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نلاحظ من خلال قصائدك أنها تعالج أكثر من موضوع، فما هو السر في ذلك؟ طبعا هذا اختصار للوقت حتى تكون القصيدة نافعة، لأن هناك مواضيع متعددة، كل موضوع قد يحتاج إلى قصيدة مستقلة، ولكن نحاول قدر الاستطاعة أن نعالج هذه القضايا في قصيدة واحدة ليكون النفع شامل وأيضا اختصارا للوقت. هل هناك أحد من الشعراء المعاصرين والمتقدمين تأثرت به؟ الحقيقة أنا أعجب وأتأثر بالشاعر الذي يجيد صياغة القصيدة ويسخرها في طاعة الله أو في الأمور التي تفيد المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، سواء كان من الشعراء المتقدمين أو من الشعراء المعاصرين. فالشعراء كثر، ولا أذكر شاعر معين، ولكن أتأثر في من كانت قصيدته قوية وهدفه سامي ويخدم هذا الدين ويخدم أمة الإسلام. ما هي المناطق التي زرتها في المملكة، وما هي آخر الزيارات خارج المملكة، ومتى تأثر المستمعون بهذه القصائد؟ قمت ولله الحمد بزيارة جميع مناطق المملكة، وأما مدى تأثر الناس فطبعا أترك الإجابة للمستمع، مع أني لمست ولله الحمد أن هناك طلبات وهناك من يريد أن يسمع مثل هذه الوسيلة من وسائل الدعوة، وهذه من أحد الحوافز التي جعلتني أحضر هذا الشريط وأصدره وأقوم بتسجيله لرغبات الناس وطلبات الناس المتكررة. وأما هل هناك زيارات خارج الوطن للدعوة؟ فليس هناك زيارات سابقة. الغلو والتطرف داء دخيل راح ضحيته عدد من أبناء الوطن، وكان لشاعرنا وقفة رائعة في كشف شبهاته والتحذير منه، ودعوته للجميع من كتاب وتربويين وشعراء وغيرهم في تسخير جهودهم وقدراتهم في خدمة دينهم ووطنهم وتكاتفهم مع ولاة أمرهم وعلمائهم. فإلى هذه القصيدة الرائعة: أرسم هدف للشعر قبل أبداب، والله عطاني حكمته واداب، أنفذ ذراعي واستعين بربي، وقبل أطرق الموضوع حسب حسابي، أترجمه في الشعر حسب شعوري، واجيك به مضبوط لله جاب. أطرق مواضيع تهم الأمة، ومن لا يعز الدين ما كن نابه، وارمى الهدف لله رمى وصيبه، وعسى عملنا ربنا يرضى به، واتعب على شعري وصفي وانتقي حتى الكلام الهزل ما يلقابه، أحرص عليه منزل الواصول، وأسوق شعري للعلا ورقاب، فلا قال وأهل العلم يصلح نشره، لا يمكن بخلبه على طلاب، أقدمه للي يحب الفايد، وأقول يا جعله ينال أعجاب، ماني بدور به مصالح دنيا، شيء ما هو لله وش يبغاك، أخدم به الدين الحنيفي وانصر، وأعمي عدو الدين وأكسر ناب، والله لولا ودي أخدم ديني ما عاد أقول من القصايد جاب، ماني بمكلوف أن أضيع وقتي في شيء ما للدين منه ثاب، نويت أخليها قصيدة كاملة عن التطرف والغلو وأسباب، قضية تحتاج منا وقفة من قبل تاكلنا كلاب الغاب، أما يضيعنا المعاصي والجهل، ولا يضيعنا الغلو وارباب، وحنا أمة ربي هداها للوسط، وترى المطرف دائما يغداب، فالعالم الملهم يؤدي دور، يفتح لنا صدره ويفتح باب، ويوضح احكام النصوص الغامضه على حسب فهم النبي واصحابه، ويبين المنسوخ واللي ناسخ، ويوضح المحكم من المتشابه، ولا ياخذه في الله لومه لايم حتى يخشاها العدو ويهاب، وللعلم واهل العلم شان وقيمه، أثنى عليهم ربنا في كتابه، رفع مكانتهم وعظم شان، وسؤالهم رب العبادة وصابه، والكاتب اللي في الجرايد يكتب مقاله والبشر تقراب،
ليمسك رأسي قلم بصابع لبهام والوسطى مع السباب. يذكر بأن السوف يسأل عنها في يوم كل المختفي يدراب، لفواه تختم والأيادي تشهد مكان قدم من عمل يجزى. إذن عليه أنه يراقب ربه حتى رضا رب البشر يحضاب. أيضا ولا ننسى رجال التربية، على المربي واجب يعناب، يحرص على النهج السليم المعتدل ويأصله تأصيل في طلاب، ويحفظ شباب المسلمين ويحتمي شريان قلب المجتمع وأعصابه. والشاعر العاقل سليم المنهج عن الهدى لا يختلف هنداب، يدرس قضايا المسلمين بحكمة ويدفع مع الدرب السليم ركاب. في مصلحة دينه يسخر شعره، وشعر الهزل والنقص لا يشقاب. وأهل الأدب وأهل العقول الراجحة كل على ثغر وعلى بواب، دون العقيدة والوطن وأهل الوطن يأخذ سلاح ومحزم وعصاب. وأهل الصناعة والفلاحة والغنم واللي ورا بالحامل بمشعاب، يحذر من الفكر الخبيث المنحرف والجحر الأسود لا ينوشه داب. أهم حاجة لو يفقه نفسه من قبل في ليلة الدجا يسراب، العلم بعد الله ينجي صاحبه والجهل حتى صاحبه ضحاب. ترى من أسباب التطرف والغلو الجهل في دين تدين ناب. إذا زهدنا في المشايخ والطلب رحنا ضحايا للجهل وأحزاب. والطعن في أهل العلم رأس الفتنة، ولا يذب الريع من يبلاب. والأمر بالمعروف حق وواجب في ديننا اللي ما نعز اللاب. وإنكار كل اللي يسمى منكر نأثم جميع إن كان ما قمنا به. ومراتبه في ديننا معروفة، نص صريح ومنهج النحياب، فيما رواه أبو سعيد الخدري والنيسابوري في الصحيح أدلاب. باليد فلم لم يستطع بلسان، وقلها بالقلب لانكرناب. وإذا اختلفنا مع ولاة أمورنا يفرح علينا خصمنا وذناب، وتنهار قوتنا ويثلم صفنا والذل يضفي فوقنا جلباب. كم واحد طاوع إبليس وضيع أغواه عن درب الهدى وأغواب، حتى رمابه في بحور مظلمة شاله معه في مركبه وانحاب. يلعب به التيار من غير أمره حتى على شط الضياع عرساب. أمسى يعبون الخوارج راسه واصبح يكفر دولته وأحبابه، من نفس جلدتنا ولفظه لفظنا ووجه علينا سلته وحرابه. غدا سوات الموسم ورداد اللي يتعود عضته في انصاب، الله يرده للهدى بعد الخطأ والله يعافينا من اللي صاب. أيضا ولا ننسى قنوات الردى اللي النيران الفتن شباب، منها قناة في بلاد كافرة سميتها الإفساد والنصاب، واللي عليها طايش متمرد رأسه جراثيم الهوى استرعاب. ومنها قناة في بلد جيراننا والله ما نرضى يهان تراب، قناة سوم في بلاد مسلمة هماسة لماسة كذاب، قامت مع العدوان تسعى ضدنا ومن طبعها مسعى الردى تسعاب. لا ما تزعزعنا مجمع تلحكة اطويق ما هز الهبوب هضاب، حنا هل السنة إمام وبيعة واللي عطينا العهد ما خناب. دون العقيدة وارضها وشعوبها لأرواحنا وعيالنا جلاب، نثبت نهار الزحف في وجه العدو لو حرك الغرب الخبيث كلاب. نفنى عن الدنيا ولا نستسلم ونصادم الصاروخ والدباب، والموت من دون العقيدة عزة وما قدره ربي لنا حياب. هذه رسالة للخصيم المعتدي وللي وراه يأيدون إرهاب. المجرم اللي يقتل الطفل البري أعزل صغير وشوف وش سواب، يرميه بالصاروخ حتى قطعه تقطيع كبش يجهزه قصاب. أبوه من حزنه تقطع خافقه، وأمه تشمشم جثته وثيابه، حتى المعاق الشيخ لحقه شره اغتيل عاده في طرف محرابه. وهيمن على الأقصى الشريف ودنسه 60 عاما والعدو في رحابه. الله يا شارون لك من ساعة جيش يجي من كل فج سراب، يأتي هجاد الليل المشهود كل العيون النائمة تصحاب. عطره من البارود لا هب الهوى ودم اليهود المعتدين خضاب. عليك ولا اللي يجي من بعدك وتموت وانت الأمن ما تهناب.
حنا نعد أجيالنا لأجيالكم، ومن غاب ياتي من يسد غياب، أهل الشجاعة والوفاء والبيعة، رهبان ليل وفي النهار ذياب، في راي أبو متعب وراي إخوان، اللي يدعونا كلنا حراب، واللي ينهونا ما نخالف راي، حكام ندر على الوطن وحجاب، في غير معصية الإله نطيعهم، نهج على كل الفرق في زناب، وتمت وصلى الله على سيد البشر ما لاح برق وما سكى بصفار. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، نذب عنه كيد الأعداء بالسنان واللسان، ونرد عنه كل افتراض. إمامنا في ذلك حسان رضي الله عنه، ونحن تبع له في ذلك. قال: من صف المعاني وصف واصطفى، اجتهد واصونها عن مبحث تلخفى، وابني المعنى على شد من صم الصفا، واستعين بخالق الكون ثم سوقها، حان وقت الجد يوم انتهى وقت المزاح، قلت كون الشعر ياتي مثل ضرب السلاح، اقبلت تبرق وترعد وتدفعها الرياح، مزنة يسبق رعدها لميع بروقها، عاشت الدولة على ما تبنت من قرار، وقفت فيها شجاعة وحكمة وانتصار، يحسبون لها جميع الخصوم الف اعتبار، ولا تسود القوم حتى تفك حقوقها، واثني التقدير لكبارنا وصغارنا، وبيض الله وجه من قام من تجارنا، وامنعوا من توجى الأعداء يخش ديارنا، والتجارة دونهم غلقوا صندوقها، يا كلاب الروم يلي تسبون الرسول، صابكم مما حصل من تكاتفنا ذهول، يا مقدسة الخنازير خدام العجول، يا هل اللعنة تحت الأرض ولا فوقها، أنت يا عباد الأوثان مغرور وغبي، لو انقطع ما نساوم على عرض النبي، اختلط حبه بدمي ولحمي وعصبي، وكل نفس مسلمة جار ينفع عروقها، دون عرضك يا رسول المكارم والهدى، الولد والمال والنفس عن عرضك فدا، نزهك ربي عن النقص كله والردى، وهيئتك رب خلقها حفظ مخلوقها، أمة الإسلام عدوانكم متكاتفين، بين لحظة واختها يطلع الحقد الدفين، انتهت معاد دون الحلوق إلا اليدين، وبارك الله في يدين تفك حلوقها، حاربوهم بالتكاتف على نهج سليم، سنة بيضاء نقية وقرآن كريم، التضامن يزرع الذل في قلب الخصيم، والتخاذل يوقف المركبة ويعوقها، لا تظنون القضية تخص الدنمارك، القضية حقد نسوة طلع من جوف شرك، والعدول شاف ضعفك بطشبك واحتقرك، واشتغلك لين تكثر عليك فتوقها، وانخزمت في البداية وتليت الخزام، اعتذر مما بدر منه واعلنها سلام، وصار لك عنده مكانة وهيبة واحترام، والطيور اللي تكافخ تعض سبوقها، أمة الإسلام سنة محمد لا تهون، تنتهك في الشرق والغرب وانتم تسمعون، دول تنالت من المصطفى مهما تكون، قاطعوها لين تفشل ويخسر سوقها، حفن تنعفنه من الناس يحكمها مرة، قاطعوهم لو نعيش البطون مضمرة، جبنة تاتي من الدنمارك مخمرة، لو هلكنا جوع والله ما عاد نذوقها، نحمد الله صار فيها لنا خيرة وخير، اتضح سر المنافق وبوجه حقير، لو تظاهر بالسلامة نعرف انه خشير، وكل نفس تبوق لابد يطلع بوقها، بينت الأحداث وجه الصديق من الحريق، والردى لا جامنه للردى ما هو غريب، والنفوس الطيبة ما تخلف كون طيب، والخبيثة يطلع الخبث من منطوقها، يا بني علمان تخسون لله العجب، كيف تبدون التعاطف وتنسون السبب، تنصرون اللي عليهم من الباري غضب، لا غرابة دام طاروكم طاروقها، ننقل الخرج المسمى وذرف الخرج داب، حيتم فيها لسان تهاجم به ناب، وانهدت الأوضاع قامت تحرك بانسياب، انطوت في الخرج والسم وسط شدوقها، أمة الإسلام كونوا على علم وحذر، والله انحنا علينا من أعدانا خطر، لو حصل ما صار في وقت أبي بكر وعمر ما رضي صديق الأمة ولا فاروق. هذا منهج سرت به على ما سار به أهل العلم ورجاله،
منهج أساسه الكتاب والسنة، أسير بنوره المشرق فيبدد لي ظلام الجهل، ويكشف لي زيغ المفسدين، أدافع به عن ديني ووطني وأنشر به عقيدتي. منهجي منهج هل العلم من يوم اهتديت، والتزم في سنة المصطفى وصونه، وفي كتاب الله وفي سنة الهادي قريت، واسأل أهل العلم عنها وعن مضمونه، وادري أني لا تجنبت منهجهم غويت، صرت مر من وراها ومر دونها، ولزمت العلم وأهله من الفتنة نجيت، واتضح لي صاحي الناس من مجنونه، وادري أن العلم نور يدلك لغديك، والجهل ينسف بيوت الشرف بركونها. وإن سألتوني عن أصلي وفصلي وين جي من رجال إلا المعالي تسوق ضعونها، شجرة فيها ومنها تسلسلت ونميت، يجري التوحيد في ساقها وغصونها، مثل من عجمي مواطن سعودي ما حييت، والعقيدة راس مالي وشوني شونه، وخوة الإسلام تبقى شعاري ما بقيت لو تغير لهجة الناس ولا لون، والسعودية بلادي وأنا فيها ربي أحترمها وأغلي اللي بعد يغلونها، وإن سمعت أحد يبي ينتقصها ما رضيت، أعترض وافحم عداها وسد عيونها، قلعة التوحيد للأمن والإيمان بيت، يهلك الله زمرت تستبيح حصونها، أمنها باموت لا بعت فيه ولا شريت، عيب كيف أنعم بخيراتها وأخونها، وأنت يلي في بلادك هدمت ولا بنيت، جمرت قامت تواقد على غليونها، قبل تجني فوق غيرك على نفسك جنيت، فعلتك حتى المجانين ما يرضونه، زمرة البدعة تأسيت فيها واقتديت، واخدعتك القوم وشربت في معونة، طحت في فخ الخوارج وفي الفتنة هويت، وحطتك جرثومة الشر بين سنونه، شرها من ماضي الوقت كانك ما دريت، مات عثمان بن عفان من طاعونه، ويالله احفظ دولتم فوق تربتها نشيت، والعقيدة والرعية هم من يرعون. يغفل الكثير من الناس عن الدار الآخرة وعن أول منازلها، وينشغل بدنياه عن الاستعداد لذلك اليوم، فيتغيب عن مجالس الذكر والمواعظ، ولا يزداد من المعرفة، ويطرب بسماع الغناء ومجالسة أهل اللهو. وآخر ظل في بيداء الفتن والشرور، وأخذ في هدم ما بناه وطنه، وآخرون غابوا عن أهم قضايا عصرنا، ألا وهو قدسنا الجليل. يالله يلي ما تخيب من رجاك، ما تحتجب من دون عبدك لا دعاك، أهل العطاء ما تعطي إلا من عطاك، خزائنك ما غلقت بيبانها، أنت الإله اللي إليك الملتجى، من لاذ بك واعتز بك فاز ونجا، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، لا قامت الفتنة تمد لسانها، أنت الرؤوف اللي على عبدك حليم، يسرف على نفسه وتغفر يا رحيم، يالله عفوك يا لطيف ويا كريم، ساعة تتلف أجسادنا بأكفانها، لا جهزونا وانقطع منا العمل، ألا ثلاث باقين فيها الأمل، العلم ولا دعوة من مبتهل، ولا صدق تنجاري شريان، اللي هوينا في غويرات الحود، تحت الجنادل والثرى ظلمه ودود، في دار قوم كل من فيها رقود، ما تسأل الجيران عن جيرانه، يلها انتثبتنا وتم من خوفنا، ويا رب ترحم ضعفنا ووقوفنا، في يوم تحشد للحساب صفوفنا، كل البشر بأشكالها والوانها، يوم على الشيطان واتبعه عصيب، يوم عبوس يجعل الولدان شيء، في هالولد ينسى حقوق أم الحليب، اللي تربى وانطوى في أحضانها، تنخى الولد يوم اتضح تقصيرها، وتشرح لها الحالة حسب تعبيرها، ويقول نفسي ما تحمل غيرها، وتذكره معروفها وأحسانها، ولو يبي يفزع لها ما يستطيع، الملك للرحمن والموقف فظيع، يذهل فؤاد المرضعة عن الرضيع، في يوم ما ينجى نفوس إيمانها، ما لم تكن قد آمنت فيما مضى، ونالت من الرب التسامح والرضا، ونفس بدون إيمان موعدها لضى، وتلوم صاحبها على خسرانها، يوم مع ما فيه من شدة طويل، مقدار 50,000 عام بالدليل، والشمس تاتي فوقنا مقدار ميل، والنار يقذف بالشرر بركانها، يوم العرق يوم التغابن والوعيد، غطاك يكشف والبصر عندك حديد، يالله عسانا من هل الحظ السعيد، اللي صحايفها تجي في أيمانها،
يوم اللقاء يوم الجزاء يوم الحساب، تلقى الصغيرة والكبيرة في الكتاب، يالله عسانا منها للقول الصواب، وكل الخطايا نسألك غفران. هذه مواعظ للثقات أهل العقول، لعل تأخذها العوارف بالقبول، دليلها القرآن وأخبار الرسول، ما تقبل الحجة بلا برهان. نظمت معناها بتوفيق الحكيم، لعل تنفع راعي القلب السقيم، ورسالة للي معه عقل سليم، ما يجهل أهل المعرفة عنوانها، عنوانها لله در الحاضرين، اللي من أجل الفائدة متواجدين، من عادة الطيب يحب الطيبين، ومجالس أهل الذكر شانه شانه، جاوك أهل التوحيد ورجال الوفا، يبغون قال الله وقال المصطفى، يحبني للي لياصف في صفا، يصحى ونفسه ينضبط ميزانها، يصغي ولا سمع المواعظ يستفيد، وفي كل يوم المعرفة عنده تزيد، مع النصايح صار له عقل جديد، ينكر على نفس الخطا عصيانه، ما هو بخبل الا نصحته ما استفاد، ما له هدف غير الطعام الا الرقاد، واللي نهيته عن طريق الغي زاد، يتبع هوى نفس طغى شيطانه، يجلس وينهض ما درى باللي جرى، بينه وبين الفائده مثل الذرة، مرت وراحت والدجاجة ما درى، تكفخ به الدنيا على جنحانها، عن الطريق المستقيم اعمى وصم، لو تنصحه 90 مرة ما افتهم، يقلق ليسمع المواعظ والحكم، ويصغير صوت الأغنية والحانها، يومي براسم بالشبه راسد عمي، ويهز وسطه ويتغنج مغرمي، ما عاد كون البنجرة في المعصمي، واللي تحط الراقصة فوجانها، يرتاح للهرج الملفق والرخيص، وله على مجلس هل التقوى حريص، أما تشوفه يخترش مثل القريش، ولا لمزفه للحبد قانها، راحت حياته من ثبور في ثبور، اللي حياته بس ما بلا يدور، وعاده إلى جات المواجيب معثور، ولا يصد النفس عن طغيانها، يتبع بنات الناس من كثر الهبال، يبغى الحرام وتارك بنت الحلال، واللي دخل بيته وشاف أم العيال، قام يتختلها وطاح وزانها، لو ما يجي له لرقد صوت ونين، ما تفرق المسكين من كيس الطحين، محروم منها كلها دنيا ودين، وكل الفوايد مخطين نيشانها، يلها انت رده للهدى رد جميل، فإن الهداية في يدك وانت الوكيل، ولا على الرحمن شيء مستحيل، سبحان عالم سرها وإعلانها. ونصيحتي للي يدور للنسب، لا يقرب إلا راعي الدين وأدب، تصون عرضه والنظر فيها عجب، والرب من كل المعايب صانها، اليوم مرها ما بغى في الحال تم، واليا نهاها قالت أبشر سمسم، هذه ترى من جات حظه ما ندم، اتعب لها لو أبعدوا عربانها، اتعب على بنت الرجال الطيبين، مصيون تنفي بيتها لها ما تبين، ما هي بتركب وحدها في اللومزين، ولا شالت الهاتف على صدقانها، لغاية المطلوب لله درها، تياركم يا أهل الردى ما فرها، وراع الهروج الناعمة ما غرها، مهرة شريف ما تخون حصانها، اخذ الودود اللي تجيلك بالولد، تزداد راحة نفس ويزيد العدد، ترى الكحيلة ما تجيلك بالنكد، تضبط معك لمن مسكت عنانها، ولا الحمارة تكرم الله الحضور، أما حرون إلا مشت ولا نكور، يا بغضني لأم التبرج والسفور، اللي سلبها ما غطى ذرعانها، لغاب واليها وفك لها العنان، قامت تجول من مكان في مكان، فيها مع قل الحياة طول اللسان، وإن جاي يأدبها يزيد جنانها، هذه عسى الله ما يكثر نوعها، الله يقطع شكلها وطبوعها، وإن طحت فيها لا يدور أسبوعها، شهد عليها ثم قص رسانها، ويا كم فتاة فاتها سن الزواج، راحت ضحية الاعتراض والاحتجاج، وإن جاب ياتي في قضيتها انفراج، جاها بلاها من ولد عمانها، يا عيبكم يلي تحجرون البنات، ألا من اللي ما يؤدون الصلاة، ولا خبيث واقع في مخدرات، اللي أعطتها الود كل خانها، أما توارى في غياهيب السجون، وعاشت بلي زوج والقلب مغبون، ولا تركها للمآسي والحزون، ولا لقوا في بيتها جثمانها، هذا إلا جاكم يبيها فمنعوه، وإن كان أبوها ما يعرفه فانصحوه، وما تسمع للنصيحة عقبوه، تغرق سفينة والبلا ربانها، وغير النصيحة مالكم فيها دخل، ما عاد يلحقكم بعد نصح خلل، خلوا علوم الجاهلية والجهل، تموت موت الحوت في مهدانها، أخذت من بعض المعاني مختصر، وقدمتها لأهل البصيرة والبصر، جاكم خبر مني وعد عندي خبر، عاد القصيدة ما انتهت قيفانها، أبنصح العاقل اللي شاف الفتن، وشاف الخطر والشر في الأمة مكن، يلزمها للسنة اللي جات المحن، ويكون ضمن أنصارها وأعوانها،
ولا تخالف دولتن فيك أحسند، واليا بند فلا تهدم اللي بند، ولا تدندن دامها ما دندنت، وإن دندنت دندن مع دندانها. وبنصحك لوجه صوبك ندى، فاسمع وطع وانساق في درب القدى، ولا توافقها على غير الهدى، ولا تنازعها على سلطانها. هذا وأنا في خاطري بعض الكلام لابد أقوله وأذكره قبل الختام. عندي قضية عمرها 60 عام بأسباب قوم مكنت عدوانها، قضيتي قضية القدس الجريح، وشعب غدا ما بين مأسور وطريح، الطفل ينزف دم والثكلى تصيح، تسمع وتنظر فالحدث بعيانها، تنخى ولكننا عجزنا لا نهوش، والمعتصم فيما مضى ساق الجيوش، وحنا قضيتها نحولها البوش اللي يقتل في العراق اخوانها، تنخى ولكن ما حد الا ببالها، الله يصبرها ويرحم حالها، داسوا شرفها وقتلوا رجالها، وقام يتزايد همها واحزانها، قولوا لها تصبر فرج ربي قريب، الله يمكن راعي الحق المصيب، ياتي نهار فيه للداعي مجيب، حتى نهين المجرم اللي هانها. يا مرحبا لوجهونا باعتماد، اما صباح المعتدي ولا هجاد، وسرنا تحت رايتها للراي السداد، وقامت ترفرف فوقنا بردانها، رايتها للتوحيد والفعل الجميل، حكامنا اللي ما نبي فيهم بديل، الله يساعدهم على الحمل الثقيل، هم كربة الخيمة وحنا أركانها. يا أمة الإسلام يا زين النجاز، شارون قام يكب فوق النار غاز، قام يتهجمنا لعانة وابتزاز، وحنا رعية في كنف رعيانها، لا شك ما نقبل خطأ عدواننا، قوة عدانا ما تهز إيماننا، نحمي عقيدتنا وحد أوطاننا، والدار شرهتها على سكانها. حنا عذاب اللي يخونون العهود، وكالة الخنزير وإخوان القرود، والله ما يشفي غليلات الكبود، حتى يخالط عجها دخان. يا ما حلا ضرب المحارب بالرصاص، في ساعة ما له مفر ولا خلاص، ما عاد ينفع هالحذر والاحتراس، دعدع سعدها وقبست نيرانها. حنا لنا معهم على الضفة وعد، ذا الحين ولا نلتقي فيما بعد، في ساعة ما له على المسلم عهد، يسعد عين وواجه الديان. ولا استنفر الحاكم فلا فيها حرج، ويا ما حل الجمع الموحد لا درج، اصبر الين تزين وابشر بالفرج. يا قدسنا اللي دنسوا حيطانها، الزمره اللي جاتنا من كل صوب، في ساحه الاقصى يشنون الحروب، مهما حصل من نقص ما ترضى الشعوب، هذه حقوق اجدادنا واوطانها، لابد ما يدرج على الخصم الرحى، والله يجونه في المساء والاضحى، شبابنا الصامل وشنطان اللحى، اهل المعارك لاحتمى ميدانها. وفي ختمها مني على الهادي صلاة، وسلام ما نسنس نسيم الذاريات، وملاح براق المزون المرقبات، وارزم رعدها وانتذر ودانا. المخيمات الدعوية يجتمع فيها أهل الخير والذكر، تنثر فيها الفوائد العظيمة، وتعرض فيها البرامج المفيدة، ترى فيها شباباً بيض الوجوه تسر بمرآهم ومطلعهم، ويغيب عنه صنف آخر وصفه شاعرنا فأجاد في وصفه. أبدأ بذكر الله شفاوي ومكتوب، وذكر الإله خير ما نبتدي به، يا الله يا فارج كرب كل مكروب، مخاب عبد دائما يلتجيب، يلي حفظ يوسف على أبوه يعقوب لين التقى به عقب طول المغيب، ويلي شفيت المحتسب عبدك أيوب، واليدع المضطر باسمك تجيبه، يلي خلقت أسماع وأبصار وقلوب من شلح فوق العظام الصليب، اجعل لنا باب على الخير ودروب، يلي بعثت المصطفى نقتديب، واحفظ هل التوحيد قادات وشعوب، من كل سوء احفظ شبابه وشيب، هذا المخيم له للذكر منصوب، فيها الفوايد والبرامج عجيب، اما جذبنا الناس باللين وسلوب، يصعب علينا جذبهم بالغصيب، والنصح والإرشاد والوعظ مطلوب، والذكر طب للقلوب العطيبة، وشبابنا مسلم وواعي وموهوب، ونفوسهم من كل خير قريبة، لو في بعضهم طبع مهوب مرغوب، رجوعهم للحق ما هي صعيبة، فيهم بطل على أهل الخير محسوب، يحسب على أهل الخير والله حسيب، متمسك في الدين واجب ومندوب، وليتضح له منكر ما رضيبه، وترى البطل يصغي ولو عنده ذنوب، النصح وعلوم المراجل تجيبه، راسه على كسب النواميس معصوب، ويصبر على نقل الحمول التعيبه، وفيهم حسين اخلاق طيب ومحبوب، قلبه سليم ويملك الناس طيب، والصنف الاخر كلهم نقص وعيوب، واشكالهم في مجتمعنا غريبه،
شكل غريب ومنها للشر مكسوب، وما من حبيب الا يقلد حبيبه، من خالط الجربة على طول مجروب، والرجل تعرف سيرته من صحيب، ياتيك واحدهم عن الخير في صوب، مع ردادينه ردي النصيب، ملبوس هالقبوع ويسحب الثوب، وفي الراس شك وداخل الجيب ريب، قلد لباس اللي عن الرب محجوب، اللي على صدره يعلق صليب، وفيهم بليد احساس والقلب دبدوب، تحتار ما تعرف خطاه ومصيب، ثقيل دم اليسكت وانهرج طوب، يجرح شعوره للنفوس الاديب، والراح له في درب ما يقضي النوم، اما فشل ولا وقع في مصيبه، وجات العلوم وقالوا الناس مقضوب، وقامت ملاقيف العباد تحكيبه، ايش قصته قالوا مع خمر وحبوب، جريمته شر وحرام ومعيبه، ادمن عليها واصبح العقل مسلوب، ولا عاد له عند الرياجيل هيبه، وقاموا تشفع له من الناس مذنوب، لا عاد ربي فزعته وش يبيبه، فكه علينا يوذي الناس ويلوب، ويبحث عن اللي غافل ويعديبه، ولا برك في ساحة العدل مقصوب، بس باب فعله ساق راسه ضريب، ضاعوا عياله وامهم تجرع الشوك، ضحاب هاللي ما ينومس نسيبه، تصبر وكنه يقطع القلب شاذوب، مما تعاني من ظروف عصيبه، تبغى السعادة واصبح الحظ منكوب، وتورطت بنت النشامة بصيبه، هذا يبي ملبس ومأكل ومشروب، وهذا صغير من يأمن حليب، وانهارت من تنثر الدمع مسكوب، وانهان ابوها اللي بعد يعتزيب، بين البشر كنه على الوجه مضروب، ويقول ليته ميت ما دريب، ومن لا يعرفه يحسب الرجل مطبوب، يمشي عليل من القهر والغليب، لو شباب انهلك في غير ما جوب، ولا قيل عن دينه يقاتل حريب، ولا راح في غارات عدوان وحروب، ولا انتصار الا الحقوق السليبة، بين الهوى وابليس والنفس مغلوب، صوب الردى قامت عداهة غزيبة، من كان للشيطان صاحب ومركوب، اما تعوذ منه بالله غديب، يجب عليه يقاطع الذنب ويتوب، من قبل لا تركز عليه النصيب، ولا تاب ما كان حصل فيه عذروب، يصدق مع ربه وربه يثيبه، يغفر ويردع شر نكبات وخطوب، ويقبل رجوعه للقلوب المنيبة. جواهر مهداة إلى كل صاحب عقل راجح، فيها التذكرة وفيها النصيحة، هي دعوة للتمسك بدين الله، ونداء للتحلي بأخلاق وسمات الرجال، ونبذ التنعم البذيء، وتقليد أهل الأهواء والطباع البذيئة. يقول من في نظم الأشعار حساس، يتعب عليها لجل فيها حساس، يبني على معنى ومبدأ ومقياس، نظم الجواهر ما دخلها انحاس، حتى إلى من سجلة ترفع الراس، وتصير فيها الفائدة والوناس، لأهل العقول تصير ذكرى ونبراس، وتفضح مخطط كل راعي خساس، هيضني اللي يجعل الفكر ينحاس، جيل تشيب روس الأطفال ناس، بعض الشباب مقلد الطبع الأنجاس، أهل التنعم والترف والملاسة، اللي بعضهم يحسب الدش نوماس، يرفع محاقين الردى فوق راس، في الليل ما يمرح على الدش جلاس، ولأصبح خنس معه تسمع حساس، ياخذ عليه إبليس جوله ومرواس، ومن طاع شيطانه غدر به وحاس، في هامته معادل الطيب هو جاس، والهيس من طبعه يحب الهياس، لا دين لا غيره ولا عنده احساس، ومن دون عرضه ما يعرف الشراسه، مدلي الراسه عسى راس هالفاس، ومسلم الامه العيال الرياسه، المرجله تبغي مع قوه الباس، توفيق من رب العباد وحماسه، فن المراجل من عطى والي الناس، وهبه من الرحمن ويضا دراسه، احد عطاها الله وخذها على اساس، واحد عطاها الله وخذها فراسه، وترى الرجال اشكال وانواع واجناس، والرجل يعرف مستواه ومقاسه، فيهم اسد وحماه ما هو بينداس، تخشى السباع الضاريه دو باسه، وفيهم جمل ينقل ولو حس الحاس، ومن جت حتخفه على الارض داس، وفيهم اسوه الذيب للبعد نواس، والراد شراد بعيد العساسه، وفيهم اسوه الثور ياكل ويحتاس، ما يفرق البر الحمر من كناس، وفيهم اسوات اللي ورا البيت حراس،
ونكمل الماعون خان الحراسة، وفيهم حصين يعيشته مكر والحاس، جبان لكن فيه بعض السياسة، وبندر اللي عاد في راسه عطاس، يرفع عياله من بيوت النجاسة، عرب مناسبهم ترى العرق دساس، بعض الأسود مخلفين نبساس. الأمراض العصرية أصابت الكثيرين من أبناء الأمة فشرقوا بها وغربوا، منهم من أضلته الأطباق الفضائية وصرفته عن عبادة ربه، ومنهم من نسي قوامته على أهله، فمضت زوجته كاسية عارية تبرز مفاتنها في الأسواق والمنتزهات، وآباء أبقوا بناتهم في بيوتهم ففاتهن سن الزواج، وغيرها من الأمراض التي عرضها شاعرنا بأسلوبه المميز. عثى فينا جهاز الدش بث وعرض واستقبال، محاقين الردى لا بارك الله في محاقنا، بدأ وقت الفتن يطلع عسى الله يصلح الأحوال، ولا نقدر نقول إلا عسى ربي يزينها، طلع جيل يشيب بالرضيع ويذهل العقال، بعض ناس ذكرها المصطفى شفنا عواينها، لقينا الكاسيات العاريات الوصف والأشكال، عليها لبس لكن لبسها يبرز مفاتنها، تميل عن الطريق المستقيم ومن تبعها مال، خبيثة شكل ظاهرها يمثل خبث باطنها، ترحلها إبليس وانجلى عنها الحياة وانجال، ولو قامت تلملم من يصدقها ويا من تستر لين تدخل راسها في المشغل الشغال، وعلى الشغال في المشغل مذارعها تبينها، غدت معاد تجفل من عيال الهند والبنغال، تغنج له لين يهز راسه ثم يدينها، على ذا الحال يمكن تفتن الصاحي مع البطال، مدى منها تغنج له كلمتها تلينها، تجرد على لباس المسلمين وتلبس البنطال، مع قل الحلا تلبس لها لبس يشينها، يقولون الرجال ان الفرس في دبرة الخيال، ورا الخايب يخلي الخايبة تبرز محاسنها، ولا يدب ولا ينصح ولا ينظر لها في حال، يعاملها بهيمة بس ما بلا يسمنها، وبعضهم لو يبي يدب وينصح زوجته محتال، ولا ينكر عليها شيء وانزع التي ساكنها، خذت منها القوامة واصبح الحرمة وهي رجال، تخلى الثوب نصف الساق وثيابه يطمنها، ولا جليل كل الراح له سايق وله جوال، إلى من جات ما تلقاه وإن جاء ما يعينها، تحدد نسلها تبقى الرشاقة ما تريد عيال، مع عدوان دين الحق معلن تنتظامنها، وظيفتها عساها البعد بين الناس قيل وقال، تجيب الهرج وتوديه والفتنة تكونها، ولا عمم لأن الخير في بعض البشر لا زال، وكم مصيون في بيتها والرب صاينها، ولا يمكن يضحي بالشرف والدين بنت رجال، لأن الطيبة يحمي شرفها طيب معدنها، عطاها الرب عقل ودين ما فيها جهل وخبال، نتيجة قوة التيار ما تخلف توازنها، على زلة بعلها لو يكررها وسعة بال، تحدث في المحاسن والعلوم القشر تدفنها، لها في مهجته منزل وله في قلبها منزال، تبادلها الغلا ما هي بخاينته وخاينها، ولا ننسى شباب النبت لنبه طيبات الفال، تبى العفة وستر الحال والداشر يجننها، مريض ناقص عقله خفيف وتشعفه الأزوان، ومنيحه من ردى حظه ومن خبثه يحينها، نهاره نوم من جليل يسهر في ردى وهبال، ولاج الفجر جاك يسحب رجيله مطينها، من اثار المخدر كان في جوفه مرض سلاس، من التدخين كان نشفاه بالنيله يلونه، ومنهم من تميز بالنعومه والظهور طوال، وذيك القذله اللي من دهون اخته يدهنها، تحلى بالانوثه ما بقى الا يلبس الخلخال، يشوف اخته تجمل للعريس وغاير منها، الى منه هرج في المجتمع جات الهروج اهزال، يدور للرخامه والمراجل ما يواطنها، يضايقها الاذان ويطرب الداشر مع الموال، قضى ليله مع الشله وبنت الناس هاينها، ولا عمم لان المجتمع لا زال فيها ابطال، ترى الدنيا من اهل الخير ما خليت مخازنها، رجال تلتزم نهج الرسول وللحمول جمال، ولا يخرج حداهم كلمته يكون وازنها، ولا ننسى قضية من مسكها لأجل حب المال، لأجل المال وصلت بنتها الخمسين راهنة، يبيع ويشتري فيها كم السلعة مع الدلال، يبي ينظر من اللي يدفع أكثر من زباينها، ترى هذا ومثله في المجالس عده الفنجال، جزل اللي علشان الطمع بنته يخزنها، إلى جاوه رجال طيبين الدين والأفعال، يحولهم على أم الحوش والخايب ملقنها، تقول أبغى المهر ذا الحين نقد ريال فوق ريال، نبي فوق المياه من غير حاجات نتأمنها، تحته لين يبقى راس ماله غترة وعقال، يدور للدداسم في المعارض ويتدينها، ألا وشيب راسي شاخة النسوان والأنذال،
ولا يعتز جيل شيخ الحرمة ومكنها. ترى ماني بشامت غربي وضرب الأمثال، لعل أهل العقول الطيبة تردع مجنن. أبا حاول علاج أمراض عصر الدش والأهوال، وناس ما تبي تسمع كلامي ما علي منها. يقوله واحد يخطي مع التفريط والإهمال، ولكن في رجل الرحمن لا صعبة يهونها. إلى من هوينا في المقابر والحمول ثقال، وبدينا في حياة الآخرة وأول مساكنها. وجا يوم عبوس قمطريري شيب الأطفال، نهار فيه ناس يفرحون وناس يحزنها. ورود النار هذا شيء ثابت ما عليه إشكال، ولكن النجاة اللي ترى ما أحد بضامنها. تسمع يا وزيع العرف لا تجهل مع الجهال، أبا عرض النصيحة وانت يجع لك تثمنها. تخيل يوم ينقطع النفس وتضيع الآمال، ونفسك عن هجوم الموت ما تقدر تحصنها. ولا ينفع ولدك ولا ولد عمك ولا ابن الخال، مسجى والمكفن عند جثمانك يكفنها. ألا يالله يلي بيدك الأرزاق ولا جال، ولا للناس غيرك رب يرحمها ويمنها. تجاوز عن خطايانا إلى من عرضة الأعمال، نهار فيه نفس العبد ما يجدي تغابنها. عراة ما علينا لبس وحفاة بدون انعال، نهار فيه يجمع ظالم الأمة ومحسن. التدخين ابتلي به كثير من آبائنا وأبنائنا، فأضعف قواهم وأمرض أجسادهم، وصار ملازماً لهم في حلهم وترحالهم. تكشفت أضراره وبانت أخطاره، ولا زال الكثير يصرون على تعاطيه، فلهم نهدي هذه القصيدة. سر يا قلم واكتب وسطر ودون، وسجل على الأوراق حلوة العبارة، أبيات شعر وافية النظم متقن، من هاجس اللي ناظمه عن جدار. قدمتها مني هدية بلمن، ويكفيك عن بعض العلوم الأشاق. هذه نصيحة والنصيحة الثمن، وفيما مضى عند العوارف تجار. نصيحة للي تورط ودخن، وزيلها الشيطان شرب السجار. عساه يصحى للنصيحة ويفطن، من قبل تسقط صحته واعتبار. ترى السجاير للحشا ما يفيدن، نار وعار وسقم حال وخسار. تتلف عليك الكبد والقلب والسن، والثوب كأنه ممرحن فيه فار. والوجه يظلم والشفاية تعفن، ويضيق منه من جلس في جوار. ولو وقت في جوفه لقيته كمشن، ولا الخراب اللي تصدع جدار. وتلقى جراثيم الوبا فيه يرعن، وضيق التنفس وارتفاع الحرار. وليا خلص ما حصله زعل وانجن، وليا عطى خط يضيع مسار. اخذ العوض فيها من الهيل والبن، كيف الرجال اهل الفقر والنعار. الامن، الامن به يحيى المجتمع وتعمر البلدان، ولا يتحقق لبلد من البلدان الا بالايمان بالله ووجود رجال يقيمون الدين وينشرون تعاليمه، ويردون على كل ناعق وضال يدهم بأيدي رجال الأمن في سبيل حفظ أمن وطنهم. يا الله يا معبود يا خير مذكور، يا واحد بيديه تحديد الأعمار، جودك على كل المخاليق منشور، وانت الكريم اللي من تاب غفار. عسى بلدنا منها للشر ماجور، وجعله مصان من الحوادث والأشرار. عساه بالإيمان والأمن معمور، أمن الدماء ومن العقيدة والأفكار. وجعل السحاب اللي يتزبر كم الطور، يرسل عليها من أبيض المزن مدرار. سحن غدق وبله على الأرض منثور، من غبها الديرة بساتين وانهار. من فضل خالقها غدت ورد وزهور، ويطلع الواسع رحمته فرضها ثار. يستانسون الحضر نزالة الدور، واللي يرودون الصحاري والأقفار. تستاهله دار بها الدين منصور، والعروة الوثقى لها رمز وشعار. وفيها كتاب الله عقيدة ودستور، وفيها يعز ويكرم الضيف والجار. وفيها الحرم عن زمرة الشرك محجور، ويستقبله وقت الصلوات مليار. وفيها المدينة وأفضل الخلق مقبور، المصطفى اللي جاه جبريل في الغار. في دارنا للعلم ثروة وجمهور، ولأهل اللحى فيها مكانة ومقدار. وفيها مدور لقمة العيش مسرور، ينعم بنعمتها مواطن وزوار. ننعم بخيرة الوطن بر وبحور، وعشنا بخير وعز في دار الأخيار. أمن وأمان وعز وإبليس مدحور، وعلى أرضها نمشي عزيزين وأحرار. مكانها في داخل القلب مسمور، ونحبها ولها بعد عندنا كار. في الينواها راعي الشر بشرور، بمر الولي نتيلها درع وستار. والله ما نذخر عن الدار مذخور، وحنالها لخانها كل بوار.
ولي أنا خانلي من الضيم مقهور، نصير له عونا على الحق وانصار، وفي المسلمين اللي حصل نقص وقصور، توجهت للمملكة كل الأنظار، ميزان عدل وتنبذ الظلم والجور، وتميزت بالأمن من بين الأقطار، والأمن في كل المواضيع له دور، للضبط واستقرار الأوضاع معيار، شبر من البيضة بدون أمن مخطور، والأمن دون رجال يفشل وينهار، ورجل بليدين مفلس ومثبور، لا نافع عن نفسه ولا يحمي الدار، ما يضبط من المجتمع كون ممرور، حكمه دينه في لقى الخصم مغوار، يغضب لدين الله ويحتج ويثور، ويحرص على من الأرض والعرض ويغار، على الحنيفية هم ربى ومفطور، سليم مبدأ ما على فكره غبار، عقيدته ما تقبل الظلم والزور، ولا ينجرف مع كل ناعق وتيار، ما هو بخبل ينقض العهد ويبور، مفتاح شر وله للشر سمسار، عنصر فساد وله سوابق ومشهور، مجالسه يجلب لك الشر والعار، أظل في ممشاه وهبل من الثور، وفي مستواه خس وانجس من الفار، يستعمل اللي تجعل العقل مخمور، شر هلاك للبصيرة والأبصار، ويخطي طريق الحق ويزل ويخور، ومن المعاصي وجهه أسود من القار، بين القهاوي كأنه الكلب مسعور، وإن شاف رجل الأمن في ساحة تهذار، وليملى بطنه مسك راس جرجور، وكوع وقام يشب في جوف هالنار، ولا لقيته يمسح الحي ويدور، تقول مجبور على عد الأمتار، أما شمع له في قفا عايرة تسور، ولا صدم له مثل من عابر مار، من سبته هذا من الحوض مكسور، وهذاك مقعد لا تحرك ولا سار، والثالث اللي ما نفع فيه دكتور، أيتم عياله والمساكين بالصار، بعض الأمور تفوح الدم ويفور، ويصير فيها صاحب العقل محتار، أبنصحك يلي معك عقل وشعور، لعل تأخذ لك من النصح تذكار، خلك على ممشى القدا واسمع الشور، حتىك ما تندم اليسار ما صار، ما انت على ممشى المجانين مجبور، ترمي بنفسك في الحوادث والأخطار، حديد تنفيها تواير وماطور، لا هي بطيارة ولا انت بطيار، لا تنخدع مع كل طايش ومغرور، وحالك ومالك لا تعرضها لأضرار، واحذر ولا تقرب حما كل محذور، ودعاء السفر لا تترك كل مشوار، وصون الفرامل والإشارات والنور، وعند التقاطع طالع يمين ويسار، وشيك على كل الإطارات بالدور، واربط حزامك والله النافع الضار، فعل السبب في الشرع جايز ومأثور، أسباب ولا ما يردن الأقدار، ويلا عسى سعي سعيناه مشكور، يحفظ لنا يوم التغابن والأعذار، في يوم كل فيه خايف ومذعور، يوم تبين بهالخفايا ولا سر. الزوجة الصالحة شريكة حياة عظيمة، ترعى زوجها وتحفظ بيتها وتربي أبناءها على عظيم الخلال والأخلاق، فأحسن اختيار الزوجة إن كنت طالباً للزواج، وإن كنت أباً فلا تزوج ابنتك إلا لصاحب دين يرعاها ويحفظها فتبقى مصونة. اللي يدور عن شريكة حياته أبا أنصحه لا يقرب البيت أبو دش، وإن جاه راع الدش يبغي بناته فلا يدخلهم على فاسد العش، أبندره قبل الأسى والشمات، لا تخدعه بعض المظاهر وينغش، ولا يزوج من يضيع صلاته، أمانته عنده تضيع وتخدش، واللي ما عاد إلا يقلد خواته، ما ناقصه كون الخماخم ورشرش، فيها النعومة والتغنج سمات، مثل الزبد لا يبسج ملمسه هش، وينشب لسانه دائما في لهات، وعاده إلى جات المواجيب ينخش، واللي على الأدنين يرفع قنات، بالون تنتنفخ وتكبر وتنفش، ضيع حياته غافل في سبات، قاسي فواد أعمى عن الحق وطرش، لا جاك ذا واللي يسوي سوات، مكن سنونك فسفل الثوب وانحش، أبعد من اللي كل هذه صفاته، خلك بعيد قبل تارط وتبلش. عظيمة هي النصيحة، وتكون أعظم وأصدق عندما تصدر من أب جرب الحياة وعرف شرورها ومحاسنها، فأهداها لابنه بكل أحاسيس الأبوة الصادقة كي يرى ابنه سعيدا في دنياه وآخرته. يا سالم استوعب دروسي بدل رزق، بعطيك من عرفي دروس صريحة، اسمع عسى ربك يصونك ويحرسك، خلك فهيم واستمع للنصيحة، احرص على اللي معرفتهم تنومسك، أهل التقى وأهل الوجيه الفليحة،
رفقتها للتقوى عن الشر تحبسك، والنفس معهم دائما مستريحة، ترى جليس الخير كحامل المسك يحذيك ولا يقعد الراس ريحة، ولا جليس السوء قربه يخيسك، ومشاهدة هم وغم وفضيحة، نفاخ كير إن كان محرق ملابسك من يمته تاتيك ريحا قبيحة، خلك بعيد من النجس لا ينجسك، مخالط الجربة يضر الصحيحة، واحذر قليل المعرفة لا يجالسك، مثل الشتا ما عاد يبرى جريحة، وعند النساء بدور فتاة تونسك، بنت الرجال أهل الفعول المديحة، اتعب عليها لو تبعد مرامسك، واحذر من المتردية والنطيحة. لا ينكر جهود رجال الهيئة إلا عديم المروءة، ولذا كان رد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظه الله على من تهجم على رجال الهيئة ردًا قويًا ومؤدبًا. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. من كتاب الله وسنة رسوله نستنير، وكل الأفكار الدخيلة ترانا ضدها، يالله أنا نشكرك يا سميع يا بصير، يا كريم نعمتك ما حصينا عدها، اسمك الوهاب فضلك على خلقك كثير، والعطايا منك لا جات محد ردها، طاب كيفي للقصايد وانا فيها خبير، اربط المعنى على القافيه واشدها، قالوا اهل العلم ذا الحين سيرها تسير، قلت جاهز للدرب البشر ملدها، اسعدتني كلمه جاتني عبر الاثير، ادبت ناس علينا تعدت حدها، ارتفع يا صاحب الدين وانزل يا حقير، للمهمه في المواقف رجال قدها، عشت يا نايف ويسلم لسانك يا الأمير، مدها يا راعي العلم الأبيض مدها، أدب أهل العلمنة وأهل الفكر الخطير، كل ما شنت على الدين هجمه صدها، اعترت دون العقيدة كما السيف الشطير، يوم بعض سيوف الأمة تثلم حدها، دام فينا مثل نايف ترى الأمة بخير، لم فتح في صف الإسلام ثغرة سدها، مثل نجم من سرى واقتدابه ما يحير، وانهوى فوق الجبال الشوامخ هدها، يالله انك ترحم الحاكم العود الكبير، الامام اللي منع ديرته وارتدها، ويالله ارحم من عطتها اللبن عاده صغير، جعل ترحمها وابوها وترحم جدها. عقيده نشانا وتربينا عليها نقلها لنا علماؤنا من سلف الامه الصالح الذين استمدوها من المعين الصافي من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. إنها عقيدة أهل السنة والجماعة سليمة نقية لم تشبها البدع ولم تدنسها الضلالات. نبدأ بذكر اللي لها الأمر كله، الواحد اللي كلنا تحت ظله، نضع على الأرض النواصير ظله، توحيد ربي فالعبادة هدفنا، المطلع علام خاف السرير، ولها العبادة باحتساب وبصير، ولا اتجهنا بالعبادة الغير، وفيما سوى رب البشر ما حلفنا، حنا هل التوحيد بافعال واقوال، طريق حق ولا نبي عنه محوال، عقيدتم من دونها نرخص الحال، ويذب عن منهج سلفنا خلفنا، حنا هل التوحيد من يوم كنا، عقيده يعمل بها في وطننا، ورسول كل الانس والجن منا، ومن بين كل الناس هذا شرفنا، والحمد لله والله اللي عطانا، والله يثبتنا بعد ما هدانا، ونرجوه يمحى ما سلف من خطانا، وهو الغفور اللي بذكره هتفنا، نؤمن بالاسمه كلها مع صفاته، عظيم كامل في صفاته وذاته، والكون كله يحتوي كائناته، إلهنا اللي له سعينا وطفنا، نثبت صفات الرب من غير تعطيل، ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، جل وعلا عن كل هرج الأباطيل، وفيما ورد في النص عنها اعترفنا، وايضا صدق ما ورد عن نزوله الى السماء الدنيا ذكرها رسوله، فاخر فصول الليل في نص قول الرسول المصطفى ما زهفنا، ونؤمن بكل اللي ورد في كتابه من محكم الايات والمتشابه، وان كلام الله ورد في خطابه، ولولا الهدى من ربنا ما عرفنا، نؤمن بقران على الله بيان، على رسوله نزله ثم صانه، اللي على العرش استوى جل شان، سبحان من يفني وله بيفنى، الاستوى معلوم والكيف مجهول، وعن هالسؤال من البدع غير مقبول، هذا كلام له معاني ومدلول،
وهذه عقيدتنا ومنهج سلفنا، وحنا على نهج النبي والصحابة، طريق حق ورابح من سعاب، عهد علينا ما نخالف كتاب، نفنا وحن عن منهجه ما انحرفنا، ونقول يا معبود يا والي البيت يلي لمنا دعيناك لبيت، يا رب ثبتنا على الحق تثبيت، فالأولة والآخرة لا وقفنا، والحق نلوي في يدينا أحبال، ونبرأ إلى الله من دعاة الضلال، أهل البدع والزيغ وأهل الجهال، لو مرنا تيارهم ما جرفنا، نؤمن بأن فيه نار وجنة، ونؤمن بيوم العرض والموت سنة، والمبتدع نبرأ إلى الله منه، ونقطع صلتنا فيه لو من طرفنا، ونبرأ إلى الله من هالقيل والقال، الليل هم في أعراض الأجواد مدخال، حنا عرفناهم على كل الأحوال، وعن مجلس الغيبة وهلها عزفنا، ونبرأ إلى الله من جميع الطواغيت، واللي يحكمهم ويجعل لهم صيت، لأحكامنا ناخذ من الشرع تثبيت، وما خالف أمر الشرع عنها انصرفنا، ولا نوالي دائما كون الأخيار، أهل التقى والدين وافين الأشبار، ونثبت إلى جتنا الفواسق بالأخبار، ألا إلى منا سمعنا وشفنا، المبتدع في الدين نبحث نواياه، والناقشة والناصحة في خطاياه، وما تسمع للنصيحة هجرناه، وللمسلمين مخططاته كشفنا، ولا نكفر مسلم في كبيرة، أمره إلى ربه يقرر مصيره، لمن يشاء يغفر ذنوب كثيرة، ما كان دون الشرك مهما اقترفنا، ونثبت مجيء الرب يوم القيامة، في ساعة كل يريد السلام، واللي عصى ربه يشوف الندامة، وفي الخاتمة مما زرعنا قطفنا، أيضا بعد نؤمن ونثبت وندرك أنه يرى يوم القيامة بلا شك، وأنه بلا تمثيل يفرح ويضحك حسب نصوصه في صفاته وصفنا، وحتى يكون الشعر شرعي ومرغوب أقيد الرؤية وذا شيء مطلوب، اللي كفر هذا عن الرب محجوب، وللأمر هذا في النصوص اكتشفنا، نؤمن بأن الرب يرضى ويغضب، والله يوفقنا جميعا رضا الرب، هذا لنا منهج ومبدأ ومطلب، ومع من عطف من خالفه من عطفنا، ونؤمن بكل الأنبياء والرسالات، والحوض والميزان تصديق وإثبات، وتبديل الأرض وطي سبع السماوات، يا رب عفوك لرجفت وارتجفنا، ونؤمن بأن الرزق والأجل مكتوب، فاللوح عند اللي كشف ضر أيوب، واللي حفظ يوسف على أبوه يعقوب، حياتنا عنده وعنده تلفنا، ونؤمن بأنه عالم كل مكنون، ولا نستغيث إلا بمن كون الكون، ولا القبر ما طفنا مع اللي يطوفون، ولا على رمل الضريح اعتكفنا، هذا هو المنهج طريق الجماعة، اللي على منهج رسول الشفاعة، وعقيدة التوحيد معنا وداعة، فزنا بها بين الفرق واتصفنا، وحنا بلد حكمة ودين وعدالة، دستورنا المصحف وهدي الرسالة، والخصم نبطل حيلته واحتياله، ولأهل الخيانة والحيا المنع سفنا، في أرضنا الإسلام والأمن والسلم، وشعارنا الإخلاص والعزم والحلم، وعلى مناهج السلف نطلب العلم، ومن بحر علم أهل الصلاح اغترفنا، حكامنا تحكم بحكم الشريعة، ولهم علينا نصح مخلص وبيعة، إمامنا في طاعة الله مطيعة، ما حم ثيران هدفنا علفنا، الله يساعدهم بحمل الأمانة، ويضا يوفقهم صلاح البطانة، حكامنا ولهم وقار ومكانة، ولو تختلف كل الدول ما اختلفنا، وصفة مشايخنا صفات حميدة، الكل منهم طاعة الله رصيدة، ساروا على التوحيد لفظ وعقيدة، وعلى الطريق المستقيم ائتلفنا، وتمت وصلوا عد مهب من سناس، على الرسول المصطفى صفوة الناس، اللي خلقها الرب للحق نبراس، راع الشفاعة لا وقفنا وخفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء نرحب بسماحة الوالد العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في هذا اللقاء المبارك. شيخنا، هل سمعت شريط هذا من نظم لراجح العجمي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكل كلام يستفاد منه ويؤثر في السامعين من القريب والبعيد فإنه مما
يشجع على نشره سواء كان نظما أو نثرا، سواء كان بصوت أو كان بكتابة أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن ما سمعناه لأخينا الشيخ راجح ابن سالم العجمي وفقه الله من النظم الذي نظم فيه الكثير من الأخلاق والكثير من الآداب والكثير من النصائح والملاحظات والكثير من العقائد وأمور العقيدة التي يلزم المسلمين أن يكونوا عليها، أن ذلك مؤثر بإذن الله في السامعين بحيث أنها تنشرح لها الصدور وتتسع لها الأفئدة، يتقبلونها ويتأثرون بها ويفرحون بسماعها وبنشرها. وبكل حال فإن أخانا الشيخ راجح وفقه الله قد ألهمه الله ووفقه لهذا العمل الذي هو نظم هذه القصائد باللغة العامية التي يفهمها العامة يفهمها الناس الصغير والكبير والبعيد والقريب، وأنها تؤثر فيهم. ولأجل ذلك نقول إن على الجمعيات الخيرية أن تنافس في شرائها وتوزيعها، وكذلك على التسجيلات الإسلامية أن تتبنى ذلك وأن تنشره وأن تنفق عليه، يكون قصدها نشر الخير ونشر العلم، لا يكون القصد مجرد الأرباح مجرد تحصيل المال، بل يحسنون النية فيما ينشرونه وفيما يبيعونه وفيما يقتنونه حتى يأجرهم الله تعالى. ولا شك أن الكلام الذي فيه وعظ وفيه إرشاد وتوجيه يؤثر في القلوب، فيؤثر في حسن السيرة، يكون له أيضا تأثير في السامعين عندما يسمعون الملاحظات التي يقع فيها كثير من الناس وتكون أخطاء يكون فيها زلل ألسنة وزلل أقلام وزلل اعتقادات وزلل أفعال ووقوع في منكرات ونحو ذلك، ويبين لهم أنها من المنكر الذي تنكره الأفئدة والذي ينكره الشرع والدين والذي يكون له أثر في سيرة العامة. فإذا لوحظ ذلك ونبه عليه بهذا الكلام بهذا النظم أو بهذا النثر وسمعوه عبر هذه الوسيلة التي هي الأشرطة التي يسر الله تعالى تسجيلها، فإن ذلك له تأثير بليغ في النفوس ويحصل به والحمد لله توبة وصلاح أحوال وانزجار عن هذه المحرمات وهذه الآثام. علينا أن نتواصى بالحرص على الخير ونشره والحرص على تشجيع مثل أخينا راجح، وكذلك تشجيع مقالاته وقصائده التي ينشرها والتي يحرص على صلاحها. ثم على جميع الإخوة الحاضرين، الإخوة المستمعين، الإخوة القريبين، الإخوة البعيدين، عليهم أن يحرصوا على أن يتشجعوا بذلك ويدعوا إلى سماع هذه ويشرحوا معانيها ومجملاتها ويبينوا آثارها حتى يعم الخير بإذن الله وحتى يعم الانتفاع. نسأل الله أن يوفق أخانا لما يحبه وأرضاه وأن ينفع بعلمه. ونقول
إنه والحمد لله على جانب من العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى جانب من الفهم، وعلى جانب من الإدراك، يشاهد المحدثات التي تحدث في هذا العالم قريبه وبعيده، ثم يلاحظ ذلك بما يلاحظ به وينبه عليه، فينبه على المنكرات التي انتشرت وتمكنت، كذلك أيضا ينبه على البدع والمحدثات التي يقع فيها كثير من الناس عن قصد حسن أو عن قصد سيء، فلعل هذه التنبيهات يكون لها تنبه من الغافلين وملاحظة من العامة والخاصة حتى يتأثروا حتى يتغيروا من حسن إلى أحسن أو من قبيح إلى حسن. نسأل الله العفو والعافية، نسأله أن يوفق الإخوة القائمين على نشر هذه القصائد ونحوها، وأن يعينهم على الخير، وأن يوفقهم على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله.